المطلوب الآن هو أن نجد الجذر التكعيبي لناقص 512، أو بطريقة أخرى للتفكير في ذلك هي إيجاد العدد الذي يساوي الجذر التكعيبي لناقص 512. هذا يعني إذا رفعت هذا العدد للقوة 3 سأحصل على ناقص 512. هذا إذا لم تتضح الأمور بسرعة لكم. ما هو هذا العدد أو مكعب العدد الذي سيساوي ناقص 512؟ أفضل طريقة يمكن اللجوء إليها هي تحليل العدد إلى عوامله الأولية. وقبل البدء بالتحليل إلى العوامل وإيجاد أي منها ينتج 3 مرات، دعونا على الأقل نفكر بالجزء السالب قليلا. إذا ناقص 512 تساوي، دعوني أعيد كتابة العبارة، تساوي الجذر التكعيبي لناقص 1 ضرب 512. ما هو الجذر التكعيبي هذا؟ يساوي الجذر التكعيبي لناقص 1 ضرب الجذر التكعيبي لخمسمائة واثنى عشر، وهذا مباشر. ما العدد الذي عندما أرفعه للقوة الثالثة أحصل على ناقص 1؟ حسنا، إنه ناقص 1. ناقص 1 للقوة 3 يساوي ناقص 1 ضرب ناقص 1 ضرب ناقص 1 ويساوي ناقص 1. إذن الجذر التكعيبي لناقص 1 هو ناقص 1، فتصبح العبارة ناقص 1 ضرب هذا الجزء، أي ضرب الجذر التكعيبي لخمسمائة واثنى عشر. دعونا الآن نفكر في هذا، لذا سنقوم بتحليل العدد إلى عوامله. خمسمائة واثنى عشر يساوي 2 ضرب 256. 256 يساوي 2 ضرب 128. 128 يساوي 2 ضرب 64. لقد حصلنا على 2 مكررة 3 مرات. 64 يساوي 2 ضرب 32. 32 يساوي 2 ضرب 16. لدينا المزيد من العدد 2 هنا. 16 يساوي 2 ضرب 8. 8 يساوي 2 ضرب 4، و4 يساوي 2 ضرب 2. إذا حصلنا على العديد من عدد 2، وإذا أردنا ضربها، أي إذا ضربنا 2 مرة، مرتان، 3 4 5 6 7 8 9 مرات، سنحصل على 512، أو 512 يساوي 2 للقوة 9، وهذه بحد ذاتها تعتبر مفتاح لإيجاد الجذر التكعيبي. لكن الطريقة الأخرى التي نجد بها العدد هي هل بإمكاننا إيجاد، ولدينا هنا 2 مكررة 3 مرات، هل بإمكاننا إيجاد 3 مجموعات من العدد 2؟ هل بإمكاننا أيضا يمكن أن نجد، أمعن النظر لهذه الطريقة، يمكننا إيجاد 3 مجموعات من العدد 2 هنا، حيث 2 ضرب 2 يساوي 4. 2 ضرب 2 يساوي 4. إذا عند ضرب الأربعة بنفسها 3 مرات، فالناتج يقبل القسمة على هذا. لكن يبدو أننا يمكن أن نحصل على 3 مجموعات، بحيث تتكون كل مجموعة من العدد 2 مكرر 3 مرات. المجموعة الأولى والثانية والثالثة. إذا كل واحدة من هذه المجموعات 2 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 8. إذا 8، وهذه 2 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 8، وأيضا هذه 2 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 8. إذا يمكن أن نكتب 512 عبارة عن 8 ضرب 8 ضرب 8. بالتالي يمكننا كتابة هذه العبارة بصورة الجذر التكعيبي لثمانية ضرب ثمانية ضرب ثمانية. بالتالي هذا يساوي ناقص 1، أو بالأحرى يجب أن أضع إشارة السالبة هنا. الجذر التكعيبي لثمانية ضرب ثمانية ضرب ثمانية. الآن السؤال الذي قمت بطرحه، ما هو العدد الذي نضربه بنفسه 3 مرات أو نرفعه للقوة 3 فنحصل على 512؟ هو نفسه 8 ضرب 8 ضرب 8. العدد إذن هو 8. إذن الإجابة تكون
أن هذا الجزء الموجود هنا يمكن أن نبسط إلى 8. فالإجابة إذن تساوي الجذر التكعيبي لناقص 512 هو ناقص 8. هكذا انتهينا، ويمكننا التحقق من هذا. فنضرب ناقص 8 بنفسها 3 مرات، وسأقوم بهذا. ناقص 8 ضرب ناقص 8 ضرب ناقص 8، ناقص 8 ضرب ناقص 8 يساوي 64، نضربها بناقص 8 فنحصل على ناقص 512.